السلام عليكم، فيديو جديد على قناتي ماي درسو. اليوم جايب لكم فيديو من نوع اخر تماما لكل واحد يحب الكولد برو والقهوه البارده. اليوم عندنا تكنولوجيا جديده، هي ما تعتبر جديده، جديده هنا عندنا في السوق السعودي، وشيء مره خرافي راح نتعرف عليها ونشوف ايش الاداه هذه وايش القهوه اللي راح تنزل. يا جماعه راح تحتاج انك تسوي الكولد برو او القهوه البارده وبتحطها في الثلاجه من 12 ساعه الى 24 ساعه، بعد كذا حنفلترها وحنبدا نحطها في الاداه هذه وحنشوف نتيجتها مع بعض. اول شيء فلتر قهوتنا، عندي انا فلتر ورقي استخدمه. طبعا تقدر تفلترها بفلتر كيميكس في 60، اي فلتر عندك. بعد الفلتر راح تكون هذه النتيجه، هذا الكولد برو العادي. بعد ما يطلع من الجهاز هذا راح يكون شيء خرافي. جهازنا اليوم يجي بسعة لترين، عشان استخدمه لازم احط الماكسيمم حقه لتر ونص، عشان اسيب النص لتر هذاك يندمج مع النيتروجين، اقدر احط فيه لحد لتر ونص، اشرب منه، ارجع الجهاز كامل في الثلاجة، عشان اشرب منه بكرة بعد بكرة وهكذا، يعني على حسب استخدامه، جدا بسيط وسهل، حتى ينفع للمضاربة كمان. لا مو كذا بس، يعني الجهاز عجبني صراحة، الناس اللي تحب الكولد برو they will love and they will enjoy this one. Let's go. صنع القهوة. بعد ما حطيت القهوة راح احط هنا كبسولة النيتروجين الخاصة في الجهاز، تجيكم بهذا الشكل، تنحط هنا وبكذا اخر عملية رجها مزبوط. مستعد تشوف النتيجة؟ That's nitro coffee perfect shot. شوف كمية الكريمة اللي طلعت. You can enjoy all the time. شيء خرافي خرافي من الاخر. ايش الميزة اللي راح احصل عليها لما اخلط القهوة بالنيتروجين؟ راح تعطيني برومة اكثر في القهوة وحلاوة اكثر. كذا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. بالنسبة للجهاز اول ما يتوفر راح اكتب لكم مكان توفره ورابط الشراء في الديسكربشن، سعره راح يكون في حدود ال 500 وما اقل. اذا احد عنده اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الجهاز او جهاز اخر اكتب لي اياه في التعليقات. اذا تبي تشوف واحد الاجهزة السابقة روح للقناة، اشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله، في امان الله.